من مواضيعنا اليوم والمواضيع اللي لها علاقة بالمناعة مشاهدينا في هذا الموسم الشتوي، نشوف كثير الناس يمرون بوعكات صحية، اللي عنده فلو واللي عنده زكام واللي تعبان. صحيح صحيح، لا الموضوع أليم. هو موسم الشتاء، يعني موسم انتشار الفيروسات وفيروس كوروني كمان دحين ما شاء الله هو حديث الناس كلها، ولكن والحمد لله أنه الحالات محدودة هنا في الإمارات وفي السعودية كمان، ما تم تسجيل أي إصابة، ولكن مثل ما نقول دائما الوقاية خير من إيه؟ من العلاج. ده بالفعل مهم جدا مشاهدينا أن نقوي مناعتنا من كل الفيروسات لنحمي صحتنا. اليوم معنا اختصاصية التغذية والصحة لماء النائلي، تكلمنا عن أبرز سبل الوقاية عن طريق الغذاء. هذا كوروني جديد الفيروس؟ والله ما أعرف يعني، تفضل تعال خليني أوصلك. وصليني راح أضيع؟ لا يعني شكرا لك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لماء، كيف الحال؟ الحمد لله. حاليا يعني فيروس كورونا هو المنتشر، وهو مرتبط ايضا بضعف الجهاز المناعي. صحيح. لو تحبين نبتدي مع هذا الفيروس وكيف احنا ممكن يعني نقوي هالمناعة هذه؟ أكيد للتغذية والغذاء دور كتير كبير بتقوية جهاز المناعي، ومثل ما بتعرف هاني جهاز المناعة هو الحارس لصحة جسمنا. إذا كان الشخص بيتمتع بجهاز مناعة جدا قوي، هو مقوي عن طريق التغذية السليمة، بيكون عنده قابلية لحتى يكافح الأمراض وقابلية لحتى ما يلقط أمراض أكثر من الشخص اللي بيكون جهاز المناعة تبعه ضعيف، لأنه ما بينتبه لأكله أو بياخد حميات عشوائية، أو ممكن بيتعرض لتدخين، بيتعرض لأمور بتضعف من صحة الجهاز المناعة. تمام. اليوم نحن بفقرة صحة والتغذية طبعا مثل مشايف جايبين كل أنواع الخضار والفواكه اللي هي إلى علاقة بالجهاز المناعة وإلى علاقة بصحتنا بشكل عام. نعم. حلو، خلينا نبتدي. تحبين نبتدي بالحمضيات، لانه على اعتبار انه فيتامين سي موجود فيها، هذا الفيتامين يعني يساهم في تقويه المناعه. اكيد طبعا، نحن دائما بنحكي على الحمضيات لانه غنيه بالفيتامين سي، لكن اليوم بدنا نقول نحن بحاجه لمعدل فيتامين سي اعلى، وبالتالي ما بيكفي انه ناخذ نحن بس ليمون وبردقان. الفليفله بكل انواعها وكل اشكالها فيها معدل من الفيتامين سي اعلى بكثير بكثير من الليمون والبردقان والحوامض، أو الكيوي كمان نفس الشيء. مشان هيك بالسلطة نقدر نحط فليفلة، بنقدر نضيف ممكن العصير نحط له كيوي أو نعمل سلطة فواكه معها الكيوي، لأنه الفيتامين سي في له طبعا خواص أنه يساهم في زيادة إنتاج الخلايا البيضاء يلي هي تقوي وتعزز صحة جهاز المناعي. ولكن في شغلة أنه الفيتامين سي بيتخرب بسرعة مع إذا تعرض للحرارة والضوء كمان، مشان هيك أول ما بدنا نتناول البردقان فوراً نقشره لأولادنا أو إنه نتناوله فوراً، إذا حابين نعمل عصير فوراً من المطبخ على الطاولة ويشربوه الأولاد. يعني ما تنصحين إنه مثلاً يسوون عصير يعني قبل الوقت ويخزنونه بالثلاجة؟ أبداً، لازم فريش. الفيتامين سي هو كتير بيتخرب بسرعة. نعم. من شغلات كمان اللي كتير مهمة لحتى نحن نقوي صحة جهازنا المناعي، الملفوف وفصيلة الخضار اللي هي الخضار اللي لها جذور. نعم. والخضار الصليبية أيضا، وبالإضافة لللفت، اليوم اللفت كتير نضوي عليه. طبعا اللفت بنقدر نضيفه للأكل وبنقدر نضيفه للسلطة، بالإضافة للملفوف بكل ألوانه، بيحتوي على مواد اسمها غنية بالكبريت وفيها مادة السلفورين. هاي المادة السلفورين هي يلي بتقوي المناعة. نعم. وأيضا بتخلي جسمنا يحارب الفري راديكلز أو الجذور الحرة. هذه طريقة يعني إنه مسألة بسيطة إنه سلق أو ولا لازم؟ هلا نحن بالخضار ما بنفضل نسلقها بالماء، لأنه بتعرف الفيتامينات والمعادن. نعم. بتنزل بالماء، يا بنطبخها على البخار أو شوي بقلب الفرن. نعم. لكن كتير كتير لازم نحن نركز على هالفصيلة من الخضار، لأنه كتير غنية من الكبريت يلي هو كتير له دور كتير مهم لرفع. نعم. معدل جهاز المناعة، وتكون مناعتنا قوية منكافح الأمراض. بس خلينا نرجع لللفت أو الشلغم، هذا مهم، مفيد جدا مهم.
جدا مهم وجدا. هذا يعني كمان يؤكل ني او هلا يفضل طبعا ممكن نحطه بالسلطه. نعم. نقطعه كثير صغير لانه بتعرف هو جديد على اولادنا وعلى عائلتنا اللي ما بيستخدموه كثير. نعم. لكن نحن عنا ببلاد الشام نطبخه بالطبخ يعني الصراحه وكثير مفيد وصحي. لا هو حتى مستساغ يعني كني مستساغ انه ينوكل. صح. هلا انا امبارح كمان حضرت شوربه يقطين وقلت لازم نذكر كمان مشاهدينا انه كثير مهم الشوربات بفصل الشتاء لانه هي بتعطي بتخلينا نحط بقلبها كميه كبيره من الخضار ونخبي خضار ما بيحبوها عائلتنا ممكن. بنحط مثلا انا حطيت بصله مع يقطين شاويته بالفرن وحطيت مي منكهات اللي بنحبها حطيت ملعقتين طعام شوفان لنشد بدل ما نحط اي شيء ثاني وبالبلندر فيكم تضيفوا كمان انواع ثانيه. لبن لصحة جهاز المناعي لأنه في بقلبه بكتيريا نافعة البروبايوتيك اللي هي طبعا مناعة جسمنا بتبلش من الفلورا أو البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء والمعدة وبالتالي كتير مهم نحن نصحح جهازنا المناعي وتكون معدتنا صحية عن طريق إضافة اللبن عن طريق إضافة الزنجبيل الكركم الفريش البصل الثوم لأكلنا وخصوصي الثوم. الثوم مهروس. الثوم المهروس رائع جدا في انزيمات وفي ماده اسمها الاليسين يلي هي جدا قاتله للفيروسات وجدا مفيده وصحيه. لما باختصار لو تكرمتي اللحوم يعني النيئه طبعا اللحوم النيئه طبعا هلا مؤخرا انتشار فيروس كورونا كان بسبب كثير عوامل لحد هلا منظمه الصحه العالميه ما اصدرت تقرير بسبب المرض لكن بعض الدراسات أثبتت تناول اللحوم النيئة تناول اللحوم الغير مطهية بشكل كامل من أحد الأسباب ونحن كاختصاصيين تغذية أبداً أبداً ما بننصح باللحوم اللي ما بتكون مطهية لآخر درجة والبيض النيئ وأيضاً كمان بشجع اليوم على تناول الأفوكادو وكل الفيتامين إي لأنه بيرفع من صحة الجهاز المناعي وأيضاً السيلينيوم اللي موجود بالخضار والفواكه بشكل عام. شكراً يا لما. شكرا لك. بتمنى الصحة والعافية للجميع طبعا وأكيد أهم شيء نوقي حنا ونتغذى صح. شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي معك الأسابيع القادمة. أكيد شكرا.